في تحدي آخر لرقصة الكيكي التي اجتاحت العالم وبدأ العديد من المشاهير مشاركتها مع متتبعيهم وتصوير رقصهم على أنغام أغنية In My Feeling، تعرضت الفنانة التركية هوليا أفشار لموقف لا تحسد عليه عندما قررت المشاركة في تحدي الكيكي أمام متابعيها على حسابها على الإنستغرام، فكانت المفاجأة. ظهرت هوليا أفشار وهي تستقل سيارتها، ويبدو أنها قررت أن تخوض هذا التحدي على طريقتها، وكما يبدو كان هناك شخص يقف على مسافة منها ويقوم بتصويرها من بعيد. ترجلت هوليا أفشار من سيارتها التي كانت تقودها بنفسها وبدأت في الرقص على طريقتها الخاصة، وبعدها أخذت سيارتها في السير ثم الانزلاق نظرا لوجود منحدر سهل من عملية سقوطها سريعا لأسفل، مما دفعها إلى الركض وراء السيارة على أمل اللحاق بها وتوقيفها، لكنها للأسف لم تتمكن من ذلك، وبعدها تم وقف التصوير ولم يعرف لحد الآن ماذا حدث لسيارتها بالضبط. ونظرا لخطورة الموقف وما يمكن أن يتعرض له الشخص من كارثة من رقصه في الشارع دون الانتباه للطريق، قرر عدد من البلدان العربية مثل مصر والإمارات تغريم مرتكبي هذه الرقصة.